بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا جماعة نكمل الجزء الثاني، وهي السكيشن الخاصة بالفيجن. والفيجن عندنا كذا ريفلكس: كورنيا ريفلكس ولايت ريفلكس، وعندنا اكوموديشن ريفلكس. ودول كلهم يا شباب هتلاقوا فيهم بقى ايه بنتكلم في اي ريفلكس عن الصراصير المعتادة بتاعتنا، اللي هو الاستيميلس، هو بعدين ايه ريسبتور، وبعدين افرنت، وبعدين سنتر، وبعدين ايه افرنت، وبعدين افكتور اورجان، واخيرا ايه ريسبونس. فانا دلوقتي وانا لما باجي اعمل كورنيا ريفلكس بجيب الشخص وبلمس الكورنيا بتاعته بايه يا جماعه؟ بايه؟ في حته حديده، ولا ايه رايكم؟ بايه؟ ببيس اوف كوتون، بالظبط كده، قطعه قطن. هلمس الكورنيا ببيس اوف كوتون فروم ذا لاترال سايد، وهتبص لان انت هيبقى الاستيمولس بتاعتك عامل تاتش الكورنيا، الريسبتور بتاعك الكورنيا ريسبتورز موجوده، والافرنت بتاعك هيبقى احنا عارفين ايه اللي بيشيل الاحساس بتاع الفيس، هو مين؟ تراجمنال نيرف، واي برانش تحديدا هو الاوفثالميك ديفيجن. بعد كده الاوفثالميك ديفيجن بتاع التراجمنال ده بيروح للسفير كوليكلاس اوف في الميد برين، ومنها الى الفيشيال نيوكلاي اوف بوث سايدز، تمام. ويبقى الافرنت بتاعنا ان انت ايه هو ايه الفيشيال نيرف، والفيشيال نيرف اللي هو السابع يعني، وده بيعمل كونتراكشن للاوربيكولاريس اوكيلاي ماسلز، ودي بتعمل بايلاترال ايه بلينكينج او بايلاترال كلوجر اوف ايز. طبعا اليوزز بتاعتنا دي ده تيست عشان اشوف الانتجريتي بتاع الفيفث نيرف والسيفنث نيرف، يعني التراجمينال والفيشيال، والدبس بتاع الانستيزيا، وبقدر اشخص بيه حالات البرين ستيم ديس، وبقدر اشخص بيه حالات الديس. يعني لو جالك عيان دايت ماشي وانت عايز تكونفيرم ان هو دايت، انت بتعمل ايه؟ بتعمل تلاقي الدكتور حط السماعه على القلب، قاعد يسمع القلب كويس، قاعد يشوف البالسيشنز موجوده في الكاروتيد موجوده ولا مش موجوده، قاعد يسمع الريسبيريشن موجود ولا مش موجود، وبعدين بيبص في العين، بيعمل كورنر ريفلكس وبيعمل اللايت ريفلكس. لما يلاقي كل حاجه مش موجوده بيعمل كمان، ممكن ان احنا نعمل اي سي جي عشان نتاكد ان هو فلات اي سي جي، واحيانا بره بيعملوا كمان اي اي جي اللي هو ايه رسم المخ يعني، عشان يتاكدوا برضه ان هو مفيش اي الكتريكال اكتيفيتي، وبعد كده ايه ديكلير ديس طبعا بعد مرور ساعتين من الوفاه. تعرفين اي حاله بنشخصها يعني دايت لازم ننتظر عليها على الاقل ساعتين. الكلام ده مهم. ويعني انتوا في سنكم ما تشخصوش حاله وفاه، بدل ما تقول مثلا راجل دايت وهو مش لسه مش دايت، فيبقى شكلك يعني مش ظريف. فالكورنال فليكس مهم عشان هحدد بيه الستيج اوف انستيزيا، هيبقى لوست يا جماعه في الفورس ستيج اوف انستيزيا. الليجن في العصب السابع او الليجن في العصب الخامس برضو ده ايه من ضمن الاستخدامات المهمه للكورنال ريفلكس. تعالوا نبص بصه كده. ادي الكورنال ريفلكس، وادي الشخص ما اعرفش ليه جاب جمجمه كده. وبعدين انت عملت ايه ستيميليشن للايه للريسبتورز، طلعت للايه سبير كوليكولاس، وبعدين ده الاوبسيلوم ديفيجن اوف فيفس، وبعدين تنزل ايه فيشال نيوكلياي اون بوث سايدز، يحصل للراجل بايلاترال ايه بلينكينج. شكرا يا سيدي. طبعا الريفلكس ده مهم في حياتنا، مهم طبعا، يعني هو مش على قد موضوع الخامس والسابع والسيديو فانيسيزيا، ده بروتكتيف ريفلكس يا جماعه. يعني انت دلوقتي لما عينك تتعرض لاي حاجه فورين بادي او حاجه تدخل العين، بتبص تلاقي عينك ايه قفلت كده على طول لوحدها. طيب ندخل على تاني ريفلكس عندنا الا وهو ايه اللايت ريفلكس، وده برضه يعتبر بروتكتيف ريفلكس على فكره، اللايت ريفلكس اللي برضه بيحمي العين من الضوء الايه الساطع. طيب المفروض ان انا علشان اعمل الريفلكس ده مظبوط بتاع اللايت ريفلكس، اجيب العيان واقعده في اوضه خافته الاضاءه ديم لايت، وبعد كده اعمل له شايننج باللايت ماشي برضه في لاترال تو ايه تو ميديال كده، فتلاحظ ان هيحصل له بيبول له كونستريكشن ان بوس ايز. طيب تعالوا برضو نشوف نفس الكلام، هو الريسبتورز ايه؟ الريسبتورز اللي موجوده عندنا الاستيمولس هو اللايت، لو هنمشي بالطريقه المعتاده استيمولس هو اللايت، والريسبتور بتاعنا هو ايه؟ هو الايه الريتنا، الريتنا ريسبتورز اللي هي الروتس والكونز، والافرنت بتاعنا هو ايه الاوبتيك نيرف، تمام. وبعد كده السنتر بتاعنا هو البريتكتال نيوكليوس في الميد برين، الكلام ده مهم. وبعد كده الايفرنت اوكيولو موتور نيرف، تمام كده. طيب الاوكيلوموتور نيرف طبعا ده بيطلع كبري جانجليونيك نير فايبر، وبعدين يعمل ريلي في السيلياري جانجليون، فيطلع منها ايه بوست جانجليونيك سيلياري نير فايبرز، وهي شورت بيسموها شورت بوست جانجليون سيلياري نير فايبرز، دي بتروح للكونستريكتور بيوبيلي ماسلز اوف بوست ايز عشان تعمل لك بيوبيلي كونستريكشن او ما يسمى بالايه بالمايوزس. طيب انت لما تعمل هتنور النور في عين واحده، هيحصل لك بيوبيلي كونستريكشن في عين واحده ولا في الاثنين؟ لا انا هيحصل لي بيوبيلي كونستريكشن في الاثنين. فبنسمي العين اللي انت مسلط عليها الضوء بنسميه ده دايركت لايت
ريفلكس. والعين الثانيه اللي حصل لها بيوبيل كونستريكشن ده بنسميها كونسنشوال او اندايركت لايت ريفلكس. تمام. طب من الاسئله المشهوره، اشمعنى يا سيدي ليه العين اللي انت ما نورتش فيها حصل فيها بيوبيل كونستريكشن؟ ايه ما هو سبب الاندايركت لايت ريفلكس؟ ما هو سبب الكونسنشوال لايت ريفلكس؟ هتقول له والله السبب كالتالي، ان انت اولا بيحصل لك ديكوسيشن للنيزل فايبرز عند الاوبتيكازم، ماشي، دي نقطه. النقطه الثانيه ان الايدنجر ويستفال نيوكليوس اللي هي الايه بتاعت اللوكيلو موتور دي بتبقى سبلايد فروم بوث بريتكتال نيوكليوس، يعني انت البريتكتال نيوكليوس دي يا جماعه بتدي للاثنين نيوكليوي بتوع الاوكيلو موتور نيرف. تمام. وبالتالي انت هيحصل لك ايه؟ بيوبيلو كونستريكشن على الناحيتين. ادي اللايت وادي الايه الافرنت ليمب اللي هو الاوبتيك نيرف، وبعدين اوبتيك كازما، اوبتيك دراكت، وصلنا هناك، وبعدين ايه هتطلع بقى على مين يا جماعه؟ على البريتكتال نيوكليس، ومنها الايدنجر ويست نيوكليس، وبعدين ايه سيلياري جانجليون، وبعدين بوست جانجليون شورت سيلياري نيرفز. تعالوا نبص بصه الرسمه دي جميله قوي. ادي اللايت نزل على الريتنا، الاوبتيك نيرف، اوبتيك كازما، ماشي، وبعدين ايه اوبتيك تراكت، وبعدين وصلنا للبوس بريتكتال نيوكلياي. تمام. اللي هم لونهم احمر دول، وبعدين هم هيروح مدين لمين؟ للنيوكليس بتاع العصب التالت هي اسمها ايه يا جماعه؟ ادينجر ويستيفال نيوكليوس. تمام كده. دي هيطلع منها بقى الاوكلوموتور نيرف، بس هو بيطلع بريجانجليونيك ثم ايه بوست جانجليونيك شورت سيلياري نيرفز لما بيعمل الايه في السيلياري، يروح بقى للايه بيبلو كونستريكتور ماسل، فيعمل لك بيبلو كونستريكشن اوف بوث ايز. في حاجة شهيرة جدا، حاجة اسمها ارجرايل روبرتسون بيوبل، ودي بتبقى فيها مشكلة بتحصل في البريتكتال ايه ريجون، فبتبوظ البريتكتال نيوكليس. طيب انا لما البريتكتال نيوكليس بتاعتي تبوظ، اللايت ريفلكس يبوظ. تمام. طيب لكن الاكومديشن ريفلكس يفضل زي ما هو، لانه مش محتاج البريتكتال نيوكليس. فتبص تلاقي العيان ده تنور النور في عينه، ما ايه ما يحصلوش بيوبيلو كونستريكشن. طيب ماشي يا سيدي، لكن تعمل له اكومديشن تلاقي بيحصل له بيوبيلو كونستريكشن، فدي اسمها ارجرايل روبرتسون بيوبل. في واحده عكسها بقى، يعني ساعات بقى في الاورال بقى كنا يعني نقعد نسال في الحاجات دي، بس خلاص بقى طبعا انتهى زمن الاورال خلاص. طيب مهم قوي بقى الموضوع بتاع التشنج اوف بيوبل during stages of anesthesia. احنا عندنا 4 stages anesthesia. first stage normal pupil size the active the light. بعد كده العين بيبدا يتوتر شويه ويحصل sympathetic stimulation فيحصل بيوبيلو dilatation لكن بتبقى reactive للايت. الثيرد ستيج اللي احنا بنسميها سيرجيكال ستيج، ودي بيحصل فيها بيوبيلو كونستريكشن. واخيرا الفورث ستيج البيوبل دايليتد لكنها نوت ريكتيف. طيب لو تلاحظوا هنا هتلاقوا السكند ستيج والفورث ستيج الاثنين زي بعض، البيوبل دايليتد، لكن ازاي افرقهم من بعض؟ ان السكند ستيج هتلاقي البيوبل بتاعتك رياكتيف لللايت، لكن الفورث ستيج ايه نوت ريكتيف. طبعا الفورث ستيج دي خطيره والمفروض ان الدكتور التحضير الشاطر ما يوصلهاش، احنا نوصل لحد السيرجيكال ستيج اللي هي ايه الثيرد ستيج ونقف. تمام. لكن لو زودت الديبس اوف انستيزيا يعني اديت عقارات اكتر وبدل عن ايه ينام منك جامد، ممكن بقى ايه تدخله في الفورس ستيج ومنها ايه ان هو ينام خلاص ما يقومش. طبعا دي خطيره. اي دكتور تحضير عارف الكلام ده وعارف يقول لك اهم حاجه عندي ان العين يصحى مش ان العين ينام، كده كده كله بينام ماشي، يعني كله ايه هيجيب العيان هتدي له حقنه هينام، لكن ايه الفكره ان انت ايه تصحي العين. خلاص يا شباب. طيب طبعا ممكن يجي لنا سؤال يا جماعه الكوزس بتاعه الميوزس والكوزس بتاعه الايه المديزيس، يعني ما هي اسباب الايه بيقول له صلاه الظهر الان. طيب نكمل يا جماعه زي ما احنا، الله اكبر. الكوزس بتاعه البيوبيلو كونستريكشن، هننزل ان شاء الله نصلي الظهر كلنا دلوقتي. ممكن يجي لك سؤال كوزس اوف بيوبيلو كونستريكشن اللي هي الميوزس، وكوزس اوف بيوبيلو دايليتيشن اللي هي الميديزيس. طبعا دي سؤال شهير يعني وموجود كتير في المنطقه دي. اهي ايه اللي هيعمل لك ميوزس؟ والله انا اللي هيعمل لي ميوزس كذا حاجه، اللايت ريفلكس ماشي، الاكوموديشن ريفلكس اللي هو النير ريسبونس يعني ماشي. فاكرين الهورنر سندروم دي اللي خدناها زمان؟ اللي هي اللي كان بيبقى فيه قطع في السيرفايكال سمباثيتك تشين ماشي. ديورنج سليب لما الواحد يجي ينام يحصل له طبعا ايه
بيقول له دايلاتيشن. طيب ال سوري بيقول له كونستريكشن. يعني ده ايه؟ بارا سمباثيتك افكت. لما بيجي ينام مش محتاج سمباثيتك في حاجه، البارا سمباثيتك هو اللي بيهيمن على الموضوع. لو تفتكروا يا جماعه السمباثيتك زمان كان بيوسع العين، والبارا سمباثيتك كان ايه؟ كان بيضيق. فديورنج سليب بيحصل مايوز. الدراجز بتاعتنا البارا سمباثيتك دراجز إيه؟ زي الايزرين، بايلوكاربين، الهيستامين برضو. في انهي ستيج في انستيزي اللي كان بيحصل فيها مايوزس؟ كانت ايه الثيرد ستيج اللي احنا سميناها سيرجيكال ستيج. اعكس بقى الكلام هتلاقي الدنيا ايه ماشيه معاك عادي خالص في الايه، في الكوزز اوف بيبيلو دايلاتيشن او اللي احنا بنسميها ميد ايز. لو كنا بنقول ان اللايت ريفلكس يبقى احنا هنتكلم هنا على الدارك ادابتيشن. لو كنا بنتكلم عن النير او الاكومديشن ريفلكس يبقى هتلاقي ديستنت فيجن. اوكيلوموتور نيرف ليجن ماشي، دي مقابله لمين؟ للليجن في السيرفيكال سمباثيك تشين اللي هي الهورنر سندروم. السمباثيك ستيموليشن طبعا هيوسع العين، تلاقي ايه الواحد لو تعرض لموقف مثلا شديد بتاع حرب حاجات من دي يبدا ايه يعني يحصل فيها بيوجيلو دايلاتيشن. الله اكبر الله اكبر. دراجز الباراسمباثيك دراجز، الباراسمباثوليتيك دراجز، الحاجات اللي بتقفل الباراسمباثيك، ادرينالين، كوكين، الكحول، سكند ستيج اوف انستيزيا عشان السمباثيك ستيموليشن والانكريز انترا اوكيلار بريشر. في حاجات بقى زي الكلوروفورم وبويزنينج الكلام دي برضه بتعمل لك ايه بيوبيلو دايلاتيشن. من اشهر اسباب يا جماعه الحاجات اللي بتعمل بيوبيلو كونستريكشن، كونستريكشن يعني ان البيوبل تليق قوي 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 وتبقى عامله زي البين، بنسميها بين بوينت بيوبل. بين بوينت بيوبل يعني كانك حاطط نقطه بالقلم كده. من اشهر الاسباب اللي بتضيق، انا بتكلم في اللي بتضيق مش اللي توسع البيوبل، هو الاورجانو فوسفورس بويزنينج اللي هو التسمم بالمبيدات الحشريه. ودي هتشوفها كتير، تلاقوا مثلا واحد او واحده مثلا زعلانين ولا حاجه ولا كده، فراح جاي يقرر ان هو ينتحر، فينتحر بايه؟ اقرب حاجه ليه جاب ايه؟ مبيد حشري بقى، بيروسول او مش عارف بوليس النجده ولا الكلام ده، وراح جاي شارب له ايه بوبين. تبص تلاقي العين ده جاي لك سويتنج جامد جدا باراسمباثيتك، وسمباثيتك برضو كمان بتلاقي ان يعني السمباثيتك بيعمل له سويتنج جامد، وتلاقي العين غرقان في السكريشنز بتاعته، يعني عمال يعمل سلايفيشن وممكن يعمل مكتيريشن ويعمل ستول على نفسه، وتلاقي معاه البيوبل ماركدلي كونستريكت. تمام. فلما يجي لك عيان بالمنظر ده بيوبل ماركت اللي كونستريكتد والعيان سويتنج قوي 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 ودايريه عنيفه، شك على طول ان العيان ده اورجانيك فوسفور بويزنج، وانت كده ان شاء الله تكون انقذت حياته. بيقول لك بقى ايه الفاليو اوف مايوزس؟ ان انت ايه بتافويد سفيريكال ابريشن او بتافويد كروماتيك ابريشن عشان بريفرال بارت. طبعا دي الافكت اوف انستيزيا خلاص دي قلناها. هناخد بالنا بس من حاجة،